أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا الفقر الآن في مورد الاعتراف بالخطيئة والذنب وهي أيضا تستبطن طلب حاله من التغيير بعد ان يعترف المذنب العاصي امام الله تبارك وتعالى يرجو منه جل شانه ان يغفر له ان يتجاوز عن هذه الخطيئه يتجاوز عن الذنب نحن حياتنا حياه واحده لا يمكن ان تتكرر فإما إلى الجنة بفضله ورحمته، وإما إلى النار بأعمالنا والعياذ بالله. الإنسان عندما يراقب تكلمنا عن المراقبة، عندما يراقب نفسه يجد أنه تتمثل حالة التقصير بينه وبين الله تعالى كثير. الالحاح على الله تعالى بطلب التوبه هو امر مطلوب والاعتراف ايضا امام الله تعالى ايضا امر مطلوب فكما تقدمت تلك الفقرات بعد ان كما قلنا ان هناك صفات تشمل الداعي وهناك صفات لله تبارك وتعالى فانا الصغير الذي ربيته مثلا، انا الجاهل الذي علمته، انا الضال الذي هديته وامثال ذلك صفات له للعبد وصفات الى الله تبارك وتعالى. ايضا بعد ذلك قلنا انا الذي لم استحيك في الخلاء ولم اراقبك في الملاء. انا صاحب الدواهي العظمى، انا الذي على سيده اشترى، انا الذي عصيت جبار السماء. أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسرع هذا ما تقدم في الأمس الآن لا زال الاعتراف من العبد تجاه الله تعالى قال أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي وفي نسخة وعلمت بالمعاصي إذا علمت علمت يتعدى بنفسه لا بد نقول علمت المعاصي حتى عمل قد يمكن أن يتعدى بنفسه عملت العمل عملت الفعل المعين لكن هنا جعلها بالحرف الجر يعني جعلها تتعدى بجر وفيها نكتة قال وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت فبحلمك إلى آخره عندنا الآن الفقرة التالية وهي أنا الذي أمهلتني فمرعويت الإمهال من الصفات او من الافعال صفات الافعال التي الله تعالى تستعملها الدعاء في اكثر من مورد ان الله يمهل ولا يهمل ومعنى الامهال هو اعطاء فرصه الله سبحانه وتعالى يمهل يعطي فرصة. وسبق وذكرنا ان الإمهال مقابل العجلة. والله تعالى لا يعجل. أولاً لا يعجل بعجلة العباد. العبد مستعجل. الله لا يتبع العبد، فهو لا يعجل بعجلة العباد. وثانياً أن العجلة أحد موجبات العجلة حتى لا يفوت الأمر أنا أستعجل حتى لا يفوتني الأمر الفلاني هذا في حق الله متعذر لأن الله تعالى لا يفوته شيء فلما العجلة؟ وإنما يعجل من يخاف الفوت كما في بعض أدعية يوم الجمعة إنما يعجل من يخاف الفوت وقد تعاليت يا إلهي عن... إنما ضعيف في الرواية الشريفة كأنه الإنسان لماذا يظلم يظلم لأنه يتعجل يخاف أن المظلوم قد يفوت فهو يظلم وهذا في حق الله تبارك وتعالى متعذر وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علواً كبيراً انما يعجل من يخاف الفوت فاذا الله تعالى لا يعجل وانما يمهل الامهال اخواني فيه قضيه دقيقه عند الانسان اولا الامهال ليس دائما مقرون بالعقوبه يعني الله بدل ان يعذب يمهل ليس دائما وانما قد الله تعالى يعطي نعمه فيرى العبد يقصر في اداء النعمه فيمهله والعياذ بالله تكون اشبه بنعمه الاستدراج ونعمه الاستدراج خطره ان الانسان يتصور هو عزيز على الله فالله انعم عليه وانما الله تعالى انعم عليه استدراجا له بما سيؤول الامر لان التمكن الله تعالى يمكن عباده انا مكنا له في الارض صلاحيه واسعه جدا ماذا يفعل الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. هناك تمكين يحتاج الى شيء، يحتاج الى عمل. اما الانسان يمكن ولا يؤدي تكون هذه اشبه بنعمه الاستدراج. في الحياه الفرديه كذلك ان الله تبارك وتعالى يمهل العبد اذنب الذنب الفلاني لا يستدركه بالتوبه وانما يتركه وقد يعمل عملا اخر قد يثب على محرم اخر وهكذا الله تعالى لا يجازيه فورا ولا يتركه فالله امهله فهذا الامهال لا بد الإنسان عليه أن يقلع عن العقوبة فمر عويت يعني لم أقلع عن العقوبة لم أترك العقوبة العفو الذنب أنت تمهلني حتى أثيب إلى رشدي أنت تتركني تمهني حتى أنا أستغفر أنت تتركني وأنا لم أستفد من هذه الفرصة وهذه اخواني مهمه لان الفرص قد لا تتكرر. امير المؤمنين عليه السلام يقول الفرص تمر مر السحاب. انسان اذا لا يمكن ان يستفيد من الفرصه الفرصه قد لا تتكرر. اتذكر احد الاشخاص في ايام عرفه اعتقد كانت او ايام ليله النصف قبل اثني عشر سنة فضلا هل هل فترة تأخر الزائرون عن الزيارة لأسباب لعلها أمنية كانت في وقت البلد عن المشاكل الأمنية فأحدهم توفق أن يزور الحسين عليه السلام هو قال قال أنا بالنسبة لهذا يوم يعتبر تأريخي في حياتي لأن لا يوجد أحد من بلدي وفق للزيارة إلا أنا فاعتبر هذه نعمة من الله تعالى له تحتاج إلى شكر وهي فعلا كذلك عند الحسين وفي أيام النصف من شعبان أو عرف الشك مني وكلاهما أزمنة مباركة ومكان مبارك عند سيد الشهداء وهذا الشخص ملتفت إلى أن هذه نعمة فموجبات التوفيق توفرت التفت إلى أن هذه نعمة تحتاج إلى شكر غير قد لا يلتفت ان هاي نعم لكن لا تحتاج شكر والنعم تفر من الانسان اذا لم يشكر تفر يعني النعمه تطرد اذا الانسان لم يشكر فالشكر وسيله من المحافظه على النعمه اشبه بالحرز الى النعمه من عدم الفرار هي مساله الشكر. أما الإنسان إذا لا يشكر يحرم كما مر عندنا في فقرة ال... يعني الداعي عندما وجده الله غير شاكر لأنعمه فماذا؟ فجعله محروما فإذا الإمهال لا بد أن يستثمره الإنسان ولقد لا يكون في مصلحته في بعض الحالات لماذا؟ لأنه لا يستفيد من هذه الفرصة بل يزداد إثما هنا الدعاء ناظر إلى هذه القضية يقول أمهلتني أعطيتني مجال لكن أنا لم أقلع فازددت إثما وليس استغفارا ولذلك بعض أدعية الصحيفة السجادية كما قلنا نعم طلب العمر مطلوب الإنسان يدعو الله تعالى أن يطيل عمره لكن يطيل عمره ليس جزافا وإنما لا بد أن يطيل عمره في خير وعافية فإذا أطال عمره وعمره كان مرتعا للشيطان والعياذ بالله وهذا العمر سيكون وبالا عليه فالإمهال نوع من الإنساء في العمر الله تعالى يمهن آجال من لا نعلم الآجال متى تكون لكن كل يوم الإنسان يصحو ويرى نفسه في يوم جديد يحمد الله تعالى عليه ويسأل الله تعالى أن يعمل في هذا اليوم عملا صالحا يعينه على الاخره هكذا المؤمن عليه ان يلتفت فهذا نحو من الامهال ان العمر الانسان لا يعلم الاجال فضلا عن انه يلتفت الى انه عصى لكن لا يتدرك بالتوبه والاستغفار فالامام بدا يعدد المشاكل التي تنتاب الانسان المؤمن اذا اذنب وهذه من هذه المشاكل لاحظوا يقول: انا الذي امهلتني فما رعويت وسترت علي فما استحييت، الاستحياء الخجل إنسان يستحي يعني يخجل الله تبارك وتعالى هو ستار العيوب وتار نقول ساتر العيوب ونقول ستار العيوب. قطعا ستار العيوب صيغه مبالغه يعني كلما كان عيبا ستره الله كلما كان عيبا ستره الله فتاره احاد الناس ترتكب الذنوب والله تعالى يستر عليهم فالله ستر على الف عيب مثلا لكن لكل فرد مثلا عيب احاد الناس الف شخص فالله ستر الف عيب ايضا نقول ستار العيوب وتار مني صدر الف عيب من شخصي مو من احاد الناس والله تعالى يستر علي ايضا هو ستار العيوب الداعي ناظر الى هذه النكته ان مني كثره العيوب ومنه الستر انا اذنب والذنب عيب والله يستر ثم اذنب والله يستر الله تعالى عندما يستر العابد كما قلنا سابقا في مساء الغيبه يعني المؤمن عزيز عند الله تعالى فالله لا يعاقبه لأول وهلة يستر عليه بالثانية يستر عليه بالثالثة قد يستر عليه هذا الستر يجعل الإنسان أن لا يكرر هذا العيب فإذا كرره مع الستر معناه هو لا يستحي من الله تعالى يفترض بعد ان الله تعالى حفظ عليه وحفظ ماء وجهه ولم يفضحه على الملأ من الناس ان هو يقابل ذلك بالحياء من الله لا ان يقابل الله تعالى بالاستزاده من العيوب والاثام تكون هذه على خلاف الوفاء الإنسان يقابل الله تعالى بالشكر يقابل الله تعالى بالإنابة يقابل الله تعالى بالتأمل بالعفو لا أن يقابل الله تعالى بزيادة العيب وزيادة الذنب فإذا قابلها معنى ذلك أنه لا يستحي لا يخجل وهذا ماذا يدل؟ أيضا يدل على المثوبة لاحظوا إخواني الإمام عليه السلام كما قلنا هذا نكرر المطلب يعني هو في مورد الاعتراف مع الله تعالى أيضا يتوسل به يعني يريد أن يبين أنه أنا عبد لا أستحي يعترف الإنسان أنه عبد لا يستحي يعني يوجد أمل في هذا العبد الذي يطلب من الله تعالى يعترف منه أني أنا فعلت هذه الأفاعل وأنت سترت علي وأنا لا أستحي حتى يصل إلى نتيجة هكذا الاعتراف من العبد يجعل العبد في النهاية يلتفت إلى أنه يحتاج إلى لطف خاص من الله تعالى فلا بد أن يعدل المسيرة يعني لا لا يبقى مصرا على الأفعال الشنيعة ولا بالله وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي بناء على نسخة العمل يعني وعملت بالمعاصي فتعديت الله تعالى عنده حدود وهذه الحدود حتى عرفا نحن عندنا حدود مثلا إنسان أراد أن يدخل إلى بيت أحد توجد حدود في البيت تارة السياج أو حد فلا يجوز أن يتعدى هذا الحد لا بد أن يستأذن فحريم يوجد حريم صار عنده محل لا يحق له أن يدخل إلا في موارد الإذن فهذه حدود الله تعالى أيضا لأفعال تجاهنا لأوامره لنواهية جعلها حدود فهذا حد مثلا حد الصيام هذه حدودك أنت صائم هذه حدودك فلا تشرب ولا تأكل ولا تكذب على الله تعالى ولا هاي حدود فلا تتعدى إذا تعديت الحدود كنت خارجا عن القانون الذي فرضه الله تعالى الله تعالى يعبر عن هذا التعبير يعبر عنه عصيان يعبر عنه ذن، في اصطلاحات الأنظمة الحديثة عبر عن هذا خارج عن القانون المعنى واحد هناك قانون هناك حدود فلا تعتد هذا الحدود لا تتجاوز هذه الحدود ما لم يكن هناك عندك إذن بذلك والله ليس بينه وبين أحد قرابة يا فلان لاحظوا تابع هو إلى البيت العلوي لكن كان متهتك قال يا فلان أغرك قول سفلت أهل الكوفة إن فاطمة بنت محمد أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار عبرها التعبير ما بين أحد وبين الله قرابة لا يمكن حدود حدود فالله تبارك وتعالى لا يرضى بأن هذه الحدود نتجاوز إذا تجاوزنا الحدود الله سبحانه وتعالى لا يتأثر وإنما نحن سنكون من المرتكبين المعصية فحق علينا القول وحقت علينا العقوبة والعذاب فتجاوز هذه الحدود مؤشر في شخصية كل منا للمرتكب الله يجرنا وإياكم مؤشر سلبي أنه ينتقل إلى خانة العصاة خانة المذنبين لاحظوا أخواني قال وعملت بالمعاصي فتعديت هذا التعدي، هذا التجاوز أنا معترف به، ماذا يراد لهذا التجاوز؟ أن لابد أن أتحمل ما فعلت، وهو التعدي وأسقطتني من عينك وفي نسخة من عندك فما باليت، حقيقة هذه من المفردات يعني سبك التعبير بها جدا مهم أن الإنسان يسقط من عين الله تعالى معنى يسقط من عين الله أن الإنسان بعد لا يبالي به الله في أي واد سلك وفي أي وقت هلك أجر الله السامي يكون حال حال البهائم هذه الجوهرة التي تكلمنا عنها قبل مدة جوهرة العقل بعد لا قيمة لها عنده فيسقط من عين الله. وهذه من النتائج السيئه لكثره الفواحش وكثره الاخطاء والعياذ بالله. او ان الله يغضب عليه في بعض الروايه بعض الاحاديث يقول ان لم يكن ل... لم يكن لك علي غضب فلا ابالي. يعني لا زال هناك امل لانك لم تغضب علي. اما اذا اسقط من عين الله تعالى اي قيمه لا تكون له النتيجه ماذا يقول يقول فما باليت يعني لم اعتني وان اسقطتني عينك وهذه عزه في الاثم الداعي في بعض الحالات انتاب عزه في الاثم ان يلتفت الى ان هذا الفعل هو فعل شنيع لكنه لا يكترث بدل أن يؤوب إلى الله تعالى أن يستغفر الله تبارك وتعالى يزداد إثما ويتصرف تصرف كأنه الذي لا يرجو رحمة الله أصلا الله يترك كالبهائم متى يأتي أجل البهيمة أجل الله السامع هذا أيضا هم يأخذ كفايته من الدنيا في معلفه ثم يموت ما هي الفائدة التي جناها هذا العقل الجوهر بك أثيب وبك أعاقب لم يستفد منه لأنه سقط من عين الله تعالى كيف يسقط لا بشكله لا بنسبة لا يسقط بعمل هاي الأعمال تجعل الإنسان بعيد كل البعد عن الله تبارك وتعالى ولا بالله قال فما باليت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني إلا أن الأطهار عليهم السلام في أدب أهل البيت لزيادة في التوسل إلى الله تعالى عندهم طريقة في قرع ابواب الرحمه هذه ابواب الرحمه عندنا قضيتين نرجع الى انفسنا بها من فحوى الدعاء وانا والله الداعي والله تعالى الله تعالى هو كل محض خير هو القوي والرحيم والدائم وهذا العبد الداعي المسكين لا هو المفتقر هو هو إلى كل النواقص الموجود المعصية دائما تكون تحت نظر الله تعالى بعين الله يعني الله تعالى ينظر له لا تخفى إذا الله تعالى لماذا لا يعاقب والمعصية تعدي لحدود الله تعالى والمعصية فيها جزاءات وفيها جزاءات مهلكه للانسان الله تعالى لا يعاقب ابتداء مورد التذلل ما هو يعني كيف نتذلل تاره اقول الهي انت غني عن عقابي نحونا التذلل الهي تجد غيري من تعذبه ولا أجد غيرك من يرحمني نحو من التذلل. ترى أتذلل بطريقة أخرى. أقول إلهي أني عندما أذنبت أنا مستوجب العقوبة لكنك أغفلتني الغفلة في حق الله قطعا مستحيل, مستحيل. الغفلة. الغفلة فينا تعتبر من الرذائل. وذكرنا قبل كم محاضرة عقوبات شديدة بسبب الغافلين. غفلة. لاحظ التغافل من الفضائل. النسيان إذا كان مقدماته عندي مذموم لكن التناسي ممدوح لحظة معنى التغافل انسان يصطنع الغفلة هو غير غافل التناسي يصطنع النسيان هو غير ناسي هو متذكر لكن هو يتناسى شخص يشتم احد وسمعه وبعد مدة يتعامل معه كأنه لم يشتمه يعني لا يعامل باخلاقه يترفع عن ذلك فعندما يقال لقد شتمك فلان يقول له اعلم انا غير ناس شتمت لكن انا اتناسى كانه لم يشتم هاي من الفضائل درج عليها الاخلاقيون أن هذه الصفات صفات محمودة يقال يوسف عليه السلام بعد أن من الله عليه ما من في تلك السلطنة الكبيرة سأله بعضهم قال ماذا فعل بك أخوتك قال دعني أخوتي ماذا صنع بك ربك أخوتي فعلوا شيء لأن الله كرمني في هذا الجانب ال أحد الأشخاص توفي قبل فترة يعني يتحدث عن سيدنا الله يطيل عمره قديما يقول قبل أن قضية المرجعية ثلاثين أربعين سنة سابقا. يعني. بعض الناس مثلا لا يرعون يتكلمون عليه بكلام غير جيد لاحظ اتاذى اقول له سيدنا ان البعض يتكلمون عليك قال انت مشتبه اذنك لم تسمع جيدا ولم يتكلموا علي لكن اذنك اعتقد اشتبهت هي لم تسمع الكلام الجيد فانا سمعت باذني قال مع ذلك لعلك مشتبه تكررت المرة الثانية الثالثة نفس الجواب بحيث التفتت إلى أنه لا يجب علي أن أنقل هذا الكلام عودني تربويا أن هذا مو صحيح أن تنقل أنت لابد أن تحفظ مع ذلك حرمة جليسك أدب في التعامل الله تبارك وتعالى لا يجهل كان الربيع أعتقد أحدهم أو فلان كان يوصف بالحلم هذا حليم وتعرفون عندما يتصف أحد بالحلم بعضهم يحاول أن يستفزه حتى يظهر أن هذا ليس حليما يتغاضى لا, لا يهتد فشتمه في السوق بلا ان يذكر اسمه بدا يمشي خلفه ويشتمه يعرض به وهذا غير مكترث به اصلا الى ان اوصل ان يصل الى باب داره قال يا هذا اياك اعني التفت له قال واياك اعرض انا ملتفت انت تشتمني الي قل هناك صفات نفسانيه كبيره جليله في مقام التربيه طبعا احنا لقصورنا حاله الانتقام عندنا سريعه فلان تكلم علي لابد ان انتقم خصوصا اذا اصبحت ذا شأن. حاول ان انتقم منه تتذكر هذه ليست من صفات الانسانيه العليا ابدا الناس كانت تامن مع الائمه عليه السلام مع ما اولغوا في دمائهم وفي الكلام بشأنيتهم وقصه الامام السجاد مع هذا الذي كان دائما يغيظه وعندما اصبحت واقعه الحره واقعه الحره واقعه شديده جدا هتكت فيها الاعراض وسفكت فيها الدماء بلا موازين حتى ان مسلم بن عقبه سمي مسرف بن عقبه لسرفه في دماء المسلمين وهناك عداوات تنشأ من المناصب وكان فلان على إبراهيم أو إسماعيل فالتجأ للإمام زين العابدين الإمام حافظ عليه حفاظا ككل محافظ على عائلته لماذا لأن هذا معدن وهذا معدن وكل إناء بالذي فيه هذه مسألة أمير المؤمنين عليه السلام في صفين أكثر من مرة ياخذ خصوصا المواقع يعني الوقعات الكبيره صفين كانت تهدا وترجع تهدا وترجع فغلبت جماعه معاويه على الماء استحكموا على الماء اول شيء منعوا الماء عن امير المؤمنين واصحابه امير بن بالكر غلبهم لم يمنع الماء عنهم هذه حقوق طبيعيه أشرف لم يرض سلام الله عليه ان تكون صفاته كصفاتهم. وهذا هو ديدن النمو فكيف بالله تعالى؟ اذا كانت هذه البشر فيهم هذا الكمال موجود عندهم. فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فالامام عليه السلام في مقام لابد ان نستثمر وهو نحو من نحو انا اعيد هذه العباره دائما لان وارده تاتينا في الدعاء، نحو من التملق الى الله تعالى. انسان يتملق الى الله تعالى، يطرق اكثر من باب في سبيل ان يصل الى رحمه الله تبارك وتعالى، وابواب الله ما شاء الله واسعه جدا. فقال: كانك اغفلتني، لاحظ ومن عقوبات المعاصي جنبتني في الوقت الذي انا استحق انت اغفلتني كانه العاصي ليس انا جنبتني المعاصي ليس انت هو هو لا يخفى على الله لان الله تعالى اغفله هذا ماذا يستدعي ان يرجع مره ثانيه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى أنه يقبل على الله تبارك وتعالى لا أن يزداد إثما والعياذ بالله ستكون حجة على العبد ألم أخفلك ألم أمهلك ألم أتركك ألم أطيل عمرك مرة ثانية وهذا كله احتجاج لله تعالى على العبد اخرويا قال ومن عقوبات المعاصي الجنب حتى كأنك استحييتني هذه اللفظه استحييتني وقعت ايضا في استعمالات قد جذر الكلمه واحد بعض معانيها استحيا كانه تركه ولم يعاقبه لم يقتله في قضيه فرعون مشهورة الرجال يقتلون والنساء يستحيون نساء يستحي ما يقتل يبقيه هسه يبقي للخدمة بالنتيجة لا يقتل عبر عن استحيا استحيا واستحيا الذي هو الخجل الذي هو الخجل هذا الخجل هل الله تعالى يستحي من المؤمن وارد عندنا أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا لا يستحي من الحق باعتبار لا غطاء لا حياء في ذلك لا بد منو... يعني من الإصحار بالحق يبدو أن بعض المست... بعض ال... روايات تؤكد أن الله تعالى يستحي من المؤمن وهذه خصلة لا تعطى لكل أحد كافر ما هو وجه الحياء من الكافر الكافر هو الذي هتك الستر هو الذي أصحر بالمحرمات الله تعالى يستحي أن يعذب الكافر تعال نعم رحمته واسعه والكافر لم يستفد من الرحمه حتى لا يكون حاله من التمرد لكن المؤمن هل يستحي الله تعالى منه او لا بعض الروايات تؤكد هذا المعنى لعلي اذكر اختصارا روايتين واحد عن الامام الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه واله وهي تدخل في الاحاديث القدسيه قال لاحظ لولا اني عن الله لولا اني استحي من عبدي المؤمن ما تركت عليه خرقه يتوارى بها حاله المؤمن الله تعالى يحبه وإذا أحبه أراد منه أن يصفى أن يأتيه صافيا غير ملوث فإذا ابتلى هذا العبد وارتكب الذنوب الله تبارك وتعالى يبدأ ينظفه من الذنوب فقد يفتقر وقد يمرض وقد يسجن وقد يبتلى بسلطان جائر يكون خائفا هذا ليس من هوان المؤمن على الله بل هذا من موارد الاهتمام بالعبد من قبل الله تعالى فيقول لولا أني أستحي حتى خرقة تكون عليه لسددته إياه لماذا؟ لأن هذا العبد أريده أريد أريد أن أسمعه، أريد أن يأتيني وهو خاليا من هذه الأمور. فالتعبير الشاهد ليس في تفسير الحديث نحن وإنما في الشاهد عبر عنه أنه يستحي حديث آخر قال قال إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه ويقول يا ربي يا ربي فأردها حديث طويل هذا أخذت منه موضع الحاجة هذا الحياء إلى الله تعالى لكن هذه الفقرة التي نحن بصددها ما يعني كيف نفهمها؟ لاحظ ماذا يقول كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني حتى كأنك استحييتني في حالة الـ يعني الـ الـ الرقي ما دام العبد عنده حالة من التعلق بالله تعالى التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى لم يعصي العبد الله تعالى وهو يريد أن يتمرد وإنما غالب المعصية تأتي من الشهوات تأتي من حالة الميول من حالة الله لا يعاجل بالعقوبة وهذا اختبار لنا أخوان الله لا يعاجل بالعقوبة تجعل بعض الناس يستسهل قضية الذنب يجلس وحده بينه وبين الله تعالى يرى يعتقد أن لا يراه أحد وفعلا من البشر لا يراه أحد الله تعالى هم لا يهتكه ما دام متسترا الله يستر عليه عسى ولعل ان يقلع عن هذه الاشياء بعض الحالات تصل لحرمه المؤمن عند الله تعالى كان الله يستحي ان يعذبه كان الله يستحي ان يعذبه كانك استحييت الله نعم يستحي ان يرد المؤمن وهو مقام الدعاء أما أن في مقام العذاب ما هو وجه الحياء؟ مستوجب الذنب مستوجب العقوبة والدعاء يعترف أنه أنا مستوجب العقوبة أمهلتني فمرعويت وأنا مرتكب المعاصي كأنه أنت جنبتني أخفرتني نلجأ إلى الله تعالى نرى أن هذه الصفات الله تبارك وتعالى يغفل يتغافل يتركني كأن لا ذنب لي بعض الفقرات تنص على هذا كأنه لا ذنب لي الله يستحينا أنه كأنه أنا أستحي أن أعاقبك وهذا كما يقول سيد الشهداء في يوم الطف أحد خطبة الشريفة يقول فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم نعم الرب ربنا حقيقة الإنسان لا يجد في مخيلته رب كالله تبارك وتعالى لا يوجد أصلا لا يوجد الله الذي هو يملك كل شيء كيف يتعامل مع العبد تتحبب إلي فأتبغض إليك كأن لي التطول عليك تطول يعني المنة كأن أنا صاحب الفضل عليك انت تاتي الي وانا ابتعد وتتحبب الي تاتيني بشيء تتحبب تريد ودي وانا ابتعد وهذا عجيب يعني من من الصفات اللي الإنسان من يتامل بها في الواقع يرى ما اوسع رحمه الله تعالى هذه كلها الله سبحانه وتعالى محط الخير لاحظوا هذه الصفات اخواني نعم الله شديد العقاب، الله ان جهنم يعني بمجرد ان الانسان يمر بها المتقين في خطبه امير المؤمنين كانهم يسمعون ازيز جهنم في اذانهم. وعذاب جهنم والنار والانسان فعلا عندما يرى لكن الصفحه الثانيه من الرحمه جدا جدا واسعه. جدا واسعه وقلنا سابقا ويل لمن غلبت أحده عشرات فإذا هذه السعة من الرحمة لاحظوا مصادقة هنا كأن الله أخفلنا كأن الله استحيانا لأن تاركنا لم يعذبنا مقتضى الجزاء ذنب عقوبة العقل هكذا يقول يقول أذنبت تعاقب أما أن تترك لماذا تترك وأنت ما مستحق الترك، مستحق العقوبة. لكن الله تعالى يقول: أنا أرحم الرحمة. هذا عبدي. لعله يتوب، لعله يؤوب. واقعا الإنسان إذا لم يستثمر هذه الرحمة الإلهية بهذه الطريقة فإذا سيكون من الخاسرين. حياتنا مرة واحدة نعيش فيها. وإن متنا انتهى أول يوم في الآخرة واخر يوم في الدنيا وهناك تبدا يبدا الحساب العسير كل شيء سيظهر شخص ينظر تنظير قضيه حسيه يعني يعمل في وظيفه معينه يقول قيل لي انه ستنصب كاميرا في مكان عملك ونصبت الكاميرا فعلا يقول واقعا توجست يعني الحياه ذاك اليوم الذي نثبت فيه الكاميرا كان يوم خاص عندي احرك شيئا ارى الكاميرا اتصرف ارى الكاميرا وكان هذه الصوره كلها في الشاشه تعرض امام مسؤولين قل بعد ذلك رجعت تاملت قلت اذا انا ما اجراني على الله كاميرا نصبها بشر وبالنتيجة إذا أخالف عاقبني أي عقوبة وأنا أيضا لا أخالف على الموازين لكن كنت قلقا كنت مراقبا لنفسي أشد الرقابة من يعني كاميرا نصبت أمامي وإذا الله سبحانه وتعالى أنا أعتقد بمطلع علي والله تعالى يراقبني والله تعالى لا تخفى عليه خافية والقرآن الكريم عندما تتطاير الكتب يقول مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأعلم أنه أنا لو عدت كما في لسان بعض الكفرة إذا عادوا إلى الآخرة إلى الدنيا كأنهم لا يعملون والقرآن يقول تلك كلمة هو قائلها كله أعلم بي لكن أنا غافل ما ملتفت بدقة كيف الإنسان يمارس عمله مع الله تعالى إذا إخواني الله تعالى عندما يمهل رحمته واسعة لا تكون هذه جرأة منا عليه جل شأنه لابد أن نستثمرها في ذلك يعني دائما أكو أمل هذا اللي يريد دائما يوجد أمل وإن جاء الإنسان في بعض رواية الإمام الباقر عليه السلام يقول المؤمن كأنه بين اليأس والرجاء اليأس كانه لو جاء بعمل الثقلين عمل الثقلين هو يخاف الله والرجاء لو جاء باوزار الثقلين هو يرجو رحمه الله تعالى قلب المؤمن كانه مشطور بالنصف كما هي في الروايه تقول لو وزنت هذه مع هذه لما عدلت احداهما الاخرى هو يردد نفسه بين الخوف وبين الرجاء يبكي لخوفه من النار ويبتسم برجائه الجنه هذه حاله تستوجب وهذه حاله تستوجب والانسان اذا مر عندنا الروايه اذا احسن الظن بالله تعالى كان الله تعالى عنده حسن هذا قال كانك استحييتني الهي لم اعصك حين عصيتك وانا بربوبيتك جاحد ولا بامرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن هذه فقرات ان شاء الله ناجلها لكن مقدمه الان بدينا كانه يعني نلتفت الى قضيه عاصي عاصي ما هو سبب المعاصي؟ هل انت منكر التوحيد؟ يقول لا لاحظ لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاهد لا أنا أعتقد أن أنت رب العالمين أثناء المعصية حين المعصية يعني لم أخفر عن التوحيد فأنا لم أخرج من الإيمان بك هذا واحد ولا بأمرك مستخف أمرك مستخف بتعبيرنا يلا شنو اللي يحدث أنا لم أفعل ذلك أرى أن أمرك ناشئ من سلطنتك وربوبيتك علي فأنا غير مستخف بالأمر لاحظوا أنا عاصي أقول حين عصيتك فلا بربوبيتك جاحد ناكر ولا بأمرك أنا مستخف لا هذه ولا تلك بعد قال ولا لعقوبتك متعرض افعل بي ما تشاء. هذا متعرض للعقوبه. انا ساذنب وافعل بي ما تشاء، اجعلني في نارك. كانه انا متعرض متحمل للعقوبه. ايضا انا لم افعل ذلك في الوقت اللي انا اعصي لا ناكر الربوبيه ولا جاحد الربوبيه ولا ايضا انا متعرض لهذه العقوبه ولا بامرك انا مستخف. ثم قال ولا لوعيدك متهاون وعيد يتحقق عدنا وعد وعدنا وعد الوعد وعد على الخير الوعيد على الشدة على الشر الله تعالى يقول إن أذنبت تدخل النار يقول هذا الوعيد أنا متهاون لم أكترث يقول أيضا لا يوجد عندي هذه الحالة أنا غير متهاون التفت هاي أربع نقاط مهمة أربع نقاط لا الربوبية أنا جاحدها ولا لأمرك أنا مستخف به أصلا ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون ذني أنا أحتفظ به بمعنى أن هذه الأشياء ما مسلوبة مني، لازلت مؤمن بك، وغير متعارض، أخاف من عقوبتك، أمرك غير مستخف به، أيضا أنا أمرك أحترمه، إذا لماذا عصيت؟ إذا الربوبية أنت غير جاحد به، والأمر أنت ما مستخف به، والعقوبة أنت خائف منها. والآخرة الوعيد أنت أيضا غير متهاون يعني مهتم به فأربع أشياء أنا ملتزم بها لكن لماذا عصيت؟ أنا أنا أتكلم عن نفسي العاصي في مقام أريد أريد أن أقول يا إلهي هذه الأشياء ترى موجودة عندي اعتقادا فأنا لم أخرج من دائرة الإيمان إلى الكفر ولا من دائرة الاعتقاد إلى الجحود لم أخرج من ذلك مع ذلك أنا عصيت إذا لماذا أنا عصيت سيذكر مجموعة أمور أرجو أن تتأملوا بها قبل أن نأتي مهمة جدا هذه الأمور الداعية للمعصية فلاحظوا القضية بين يعني أنا جعلت هنا أشبه بخط رجعة إلهي أنا لا زلت مؤمن نعم خرجت عن الطريق في المعصيه لكن ليست هذه الأمور أفقدتها لا زالت هذه الأمور عندي ملخص بسيط أتحدث عن ليالي القدر مو حديث يعني عام يعني الروايات الشريفة تطلب من عندنا أن نهتم في ليلة التاسع عشر ليلة التاسع عشر كأنها هي ليلة التي تكتب فيها الصحيفة الجديدة لمدة سنة ولذلك بعض الروايات تبين انه ليله القدر هي اول ليله اول يعني ليله السنه، سنه جديده تبدا من ليله القدر. سنه جديده تبدا من ليله القدر بعضها اول رمضان غير المتعارف الان احنا عندنا اول محرم مثلا بالشهر السنه الهجريه. في الروايه هكذا كانه اول تبدا سنه جديده. ليلة التاسع عشر هي ليلة الإنزال ال... يعني المستقبل الأرزاق والحاج والأعمال والأعمار ثم هذه الليلة يقر الأمر النهائي في ليلة الثالثة والعشرين يختل فيها هذا الأمر حتى في الرواية تقول الأمر المحتوم ثم تقول ولله المشيئة الأمر محتوم لكن لله المشيئة في هذه الثلاثة والعشرين هذا الإبرام يعرض على جهة معينة هي التي تقر أشبه تصادق عليه فمن الإمام عليه السلام يحدث يقول له على من تعرض قال على صاحب الأرض يقول له من صاحب الأرض يقول له أنا وتستمر هذه إلى الإمام المهدي سلام الله عليه يعني فلا شك أنا أخواني أنا يعني أعظ نفسي حقيقة يعني مو مجاملة أعظ نفسي قبلكم يصعب علي الإنسان بلحظة معينة مثل أن يرتكب شيئا ولو يعني يرى الإمام المهدي يعبس يضجر يحزن لماذا لان فلان قد ارتكب ذنبه اكيد ما يسر امام يسر بالطاعه ما يسر بالمعصيه فهذه الحاله لو نتصورها وسياتينا كما قلنا انه الانسان لماذا يذنب ستره المرخى وحلمه لا بد ان راسا يستذكر التوبه يعني لا يتماشى مع الذنب يتذكر كان الامام امام الان واحزن الامام يعني تضايق فراسا يستذكر يرجع الى صوابه يعني اذا مسنا طائف من الشيطان لا ان نتذكر عسى الله تعالى ان راى منا صدق النيه وراى منا المثوبه ان يجعل فينا ملكه لعدم المعصيه نسال الله سبحانه وتعالى الهداية لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين